صفر ما تفرنا صبحي. جه منتخب نيجيريا بعد كده تواغل في القاره. بص بص كسب الجزائر 3، كسب الكاميرون 3. احمد هقول لك حاجه يعني ما حدش يزعل مني، بس انا لو ضربت منتخب مصر هعرف اعمل طريق كوبر، لكن هي الطريقه المثلى في ايه؟ ان انا بقفل دفاعيا وقله الهجمه المرتده بتاعتي. اربع لو انا ما عنديش هجمه مرتده يبقى انا فشلت. طيب اربع يعني انا اوقف زون ديفنس كده واقول لهم دفعوا 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 طفش، دفعوا 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 طفش. عظيم. طب عظيم. انا ممكن اعملها. انا سالت السؤال ده او انا توصلت في السؤال ده. ماتش كولومبيا فعليا مصر راحت بكورتين، واحده منهم هدف 100% اللي هي واحد قلش الكوره اللي هي بتاعت رمضان. هو ده دي بقى بتاعت رمضان صبحي، هجمه مرتده او استغلال خطا. ايوه عدم استغلال مهاجم او رمضان للكوره هو اللي اضاع الهدف. لو كنا جبنا الجون ده احنا بنلعب على كده. طب لو انت بتتكلم بمنطق ده صعب اختراقه. كولومبيا راحت علينا كام كوره؟ وكور اكيده. كام انفراد مؤكد؟ حوالي 5. يا سلام. اه والله مؤكدين؟ اولا كوره في الشناوي طلع عليها غلط. بالدماغ كوره ثانيه الشناوي طلع واللاعبه حاملها تشيب كده من فوق طلعت على الشبكه. تمام. برضه كور ادي كورتين سوء تقدير من حارس المرمى. ادي كورتين سوء تقدير من حارس المرمى. يعني احنا فرق كوره يعني دي مثلا دي مثلا دي بالراحه كانت اسرع. ادي فرصتين المنتخب فعليا دي هتحسب دي فرصه. ايوه دي والله اتقالت لي. طب ايه رايك بدي؟ دي تريزيجيه دي سوء استغلال من الشناوي، سوء تقدير موقف من محمد الشناوي. لا يسال كوبر او جهازه عن سوء تقدير موقف لحارس طلع بدري. فدي تعتبر مشكله برضو ان احنا بنقول الشناوي عالمي في الكوره العرضيه ودي كور برضو سوء تقدير. وعلى فكره صعب قوي يعني ابرز ميزه تواجه كفه محمد الشناوي هي فكره الطول واستغلال الكرات العرضيه. بالظبط عشان كده محمد الشناوي هو الخيار الاول. دي برضو محمد الشناوي حجازي يطلع حجازي وحجازي ما كلموش بعض. ما كلموش بعض اهي حجازي بس لو توقعها جون. بصوا محمد فين؟ دي كره ثابته. بصوا محمد الشناوي كان واقف فين؟ بص كره في العرض دي في عرضه. دي طب هيعمل فين؟ كره ثابته. هيعمل في ايه؟ فانت ما بتتكلمش على انفراد يعني انت يعني كولومبيا ما اخترقتش مصر بكوره زي اللي فاتت بتاعتها اللي هو انفراد مباشر. صحيح. فعشان كده هو الراجل من اخر اكل عيشه. بص اهي اهي بص دي جون سهل. بص في زعيق هيحصل محمد الشناوي هنا من احد المدافعين. بص بيقول انت بتطلع ايه؟ في اعاده هتبان اكتر. بص محمد فين؟ في اثنين شايف محمد طلع غلط. يعني محمد طلع في الكوره دي اهو اهو. بص بص مين اللي داخل يغطي؟ 5. مش عارف انت طلعت ليه؟ سمع. هو انت دلوقتي كورتين طلع ليه؟ يعني احنا بنتكلم في ايه بقى؟ ادي ثلاث كوره. ادي اهم فرصه لينا في المباراه دي كلها. دي ثلاث دي ضربه جزاء على فكره. فيها كلام على مروان محسن انها ضربه جزاء. يعني مروان لو رمضان حط الكوره دي بدماغه في الارض في اي حته هدف. طب هم راضيين على مستوى رمضان؟ جدا. اتكلم بجد والله. جدا. بص هو كوبر عشان فاهم حاجه. جدا جدا. هو كوبر بيشوف حاجه ثانيه. هو بص رمضان وحش. هو وحش رمضان عشان تأثر بعدم المشاركه الكبيره مع فريقه. بس هو شايف ان ده افضل خيارات موجوده بالنسبه له. اقتل اللاعب معايا ولا اشحنه واديله. طيب اخيرا شيكابالا. شيكابالا كان جزء من المفاجاه. قناعات كوبر والجهاز الفني بشيكابالا ايه؟ طيب ممكن تعترف ان احنا من 6 شهور انا وانت تراهنا. صح. وانا قلت لك شيكابالا قائمه منتخب مصر 23 ما تصدقش اي حاجه؟ لا صح. طيب شيكابالا امه دعياجو من الاخر امه دعياجو وفي ناس بتحبه في ناس بتحبه الجهاز بتحبه بتسنده بدون اسماء يعني بس نظريا واقعيا هو الراجل شايف ان شيكابالا ورقه بيقدر يصنع فرق بالنسبه له. ده قناعات الجهاز اللي انا بقولك انا بلاقيها دلوقتي قناعات. لا انا حاسس كوبر بيحبه. سيبك بقى من الجهاز بيحبه. انا حاسس كوبر مقتنع بيه لان كوبر لو مش مقتنع بيه مش هيجيبه. بص او مش هيخليه يستمر. في لعيبه كتير دخلت معسكرات زي عمرو مرعي مثلا في غانا. هو شيكابالا دخل معسكر واحد. عمرو مش موجود شيكابالا موجود. شيكابالا ربنا كرمه في الماتش ده وجاب جوان في ماتش غانا 1-1 وكمل. شيكابالا شايف ان هو البديل المناسب لعبد الله سعيد يقدر يصنع كوره. بس شيكابالا طول عمره ميزته انه بيلعب ناحيه محمد صلاح. محمد صلاح وانت عندك في الخيارات دي كان عندك مثلا وليد سليمان كان عندك مصطفى فتحي حتى لو هو مصاب. ما انت جبت مروان محسن وهو مصاب. مصطفى فتحي كان وهو لعيب مهم. مروان رجع وشارك وما عندوش بدائل كتير في الحته دي. انما مصطفى فتحي بتتكلم في محمد صلاح تتكلم في تريزيجيه تتكلم في عمرو ورده تتكلم في رمضان صبحي ففي كتير. شيكابالا هو شايف ان هو ورقه بديله يستطيع القيام بدور عبد الله السعيد يوصل الجول. هيشارك شيكابالا في كاس العالم؟ مش هيبقى لعيب اساسي نهائي بس هيشارك طبعا حسب سيره. بص بره ال 11 لعيب كل لعيبه لها حظوظ انها تشارك. صحيح. حتى الشيخ اكرامي له حظوظ انه يشارك لان محدش عارف بكره مخبي ايه.
صحيح. ده كان كلامنا عن منتخب مصر وقائمة